ثم يسلم، وإذا سلم يلتفت. الالتفات مع التسليم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. بعض الناس ولا أعلم له دليلا صحيحا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هز الرأس، هذا أين دليله؟ وإنما يلتفت من حين ما يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم.